بصفتي مستشار برلماني انا مشارك مع الوفد، اذا كنشكروا يعني هذا الوفد يعني وعلى رئيسهم السيد الرئيس السي عبد العزيز اخنوش يعني على هذه البادره، يعني ان الفريقين برلمانيين ينزلوا عند الساكنه باش يشوفوا المشاكل والاوحال اللي كتعيش جهه درعا تافيلالت. دابا كنتواجدوا في المنطقه ديال مسمرير، هذه جماعات اي تسدرات جبل العليا، وحنا دابا كنتواجدوا في قنطره تيزكين. هاد القنطره يعني غير الجمعيه اللي دارت هاد المبادره وخدموا هاد الشيء. دابا حنا يعني خصنا يعني هاد 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 هاد, هاد, هاد القنطره هادي خصها تصاوب، لان الساكنه هما جايين الا كتشوفوهم راه يعني شحال حنا وكنتواصلوا معاهم باش يعني تخرج هاد القنطره ديالهم من الحيز الوجود. كاين وعودات يعني اللي كاينه ان شاء الله، ولكن بغينا هاد الشيء يعني ان الفريق ديالنا حنا في الاغلبيه وحنا في الحكومه ان خصنا نخرجوا هاد المشاريع وهاد ونهضوا بجهه درعا تافيلالت ككل، لانها جهه يعني بسيطه جدا، لا تنميه ولا شيء، لكن الحمد لله راه بدات كتحرك. ما غاديش يعني نقطعوا الياس، الحمد لله يعني راه حنا في حزب قوي، حزب اللي ديال الخدمه، حزب ديال اغراس وحزب ديال المعقول. حنا غادي نبلغوا المجهود ديالنا مع الساكنه ديالنا طرف وعد ديالنا، والحمد لله هذه بادره اننا راه جينا لعندهم، وحنا يعني ماشي حتى يوصلوا للانتخابات عاد غنجيو، جينا في لومومون اللي خصنا نشوفوا لهاد الساكنه ونراعيوا لهاد المشاكل اللي كتوقع في هاد المناطق. شكرا.